فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. ولقد كان أمراء الهدى مثل العمرين وغيرهما يبالغون في تحقيق ذلك بما يتم به المقصود. نعم، كان أمراء المسلمين وعلى رأسهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الثاني، لأنه في وقته دخلت ممالك اليهود والنصارى في الإسلام، وفتحت البلاد بما فيها من أهل الكتابين، هذا في خلافة عمر. وأما في خلافة أبي بكر رضي الله عنه فإنه انشغل بالإصلاح في الداخل وحارب المرتدين وثبت الإسلام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ووطده وشرع في الغزو في سبيل الله، لكن مدته لم تطل رضي الله عنه. ثم جاء عمر رضي الله عنه فواصل السير وبحزم وقوة حتى فتح الله على يده المشارق والمغارب، فكان يستدعي الأمر أن عمر رضي الله عنه يعمل عملا يبين شخصية المسلمين عن غيرهم، فألزم بهذه الشروط. وكذلك عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في خلافته، وهذا مقصود الشيخ من قوله العمران، أي عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز. وإن كان المشهور عند الناس أنه إذا أطلق العمران فالمراد بهم أبو بكر وعمر، سمي بالعمران من باب التغليب مثل القمران من باب التغليب للشمس والقمر، لكن المراد به هنا العمران عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز. نعم، السلام عليكم. قال رحمه الله: ومقصودهم من هذا التمييز كما روى الحافظ أبو الشيخ الأصبهاني بإسناده في شروط أهل الذمة عن خالد بن عرفطة رضي الله عنه قال: كتب عمر رضي الله عنه إلى الأمصار أن تجز نواصيهم، يعني الأنصار، ولا يلبسوا لبسة المسلمين حتى يعرفوا. نعم. قال: كتب عمر رضي الله عنه إلى الأمصار. نعم. أن تجز نواصيهم، يعني النصارى، ولا يلبسوا لبسة المسلمين حتى يعرفوا. نعم، هذا من أفراد التميز بين المسلمين والكفار، وهو أن الكفار تجز نواصيهم، أي مقدمات رؤوسهم، من أجل أن يتميزوا عن المسلمين. نعم. وقال القاضي أبو يعلى في مسألة حدثت في وقته: أهل الذمة مأمورون بلبس الغيار، فإن امتنعوا لم يجز لأحد من المسلمين صبغ ثوب من ثيابهم، لأنه لم يتعين عليهم صبغ ثوب بعينه. نعم، أمروا أن من جملة ما شرط عليهم لبس الغيار في اللون، فلا تكون ثيابهم تشبه ثياب المسلمين. فإذا لم يحصل لم يجوز لأحد من المسلمين صبغ ثوب من ثيابهم، لأنه لم يتعين عليهم صبغ ثوب بعينه. نعم، المسلم لا يتشبه بهم في صبغتهم الخاصة بهم، فلا يصبغ ثوبه بلون يشبه صبغة الكفار. نعم. قلت وقال: وفي هذا فيه خلاف، هل يلزمونهم بالتغيير أم الواجب إذا امتنعوا أن نغير نحن؟ وأما نعم، هل الواجب أنهم يلزمون بالتغيير، تغيير اللون في لباسهم؟ نعم، عن لباس المسلمين، أو أننا لا نلزمهم ولكن نحن نتميز عنهم فنغير ثيابنا عن شكل ثيابهم. نعم. قال: أما وجوب أصل المغايرة فما علمت فيه خلافا. أما وجوب المغايرة من حيث الجملة، هذا يقول الشيخ لا يعلم فيه خلافا، فهو في حكم المجمع عليه. نعم. وقد روى أبو الشيخ الأصبهاني في شروط أهل الذمة بإسناده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب أن لا تكاتبوا أهل الذمة فتجري بينكم وبينهم المودة، ولا تكنوهم وأذلوهم ولا تظلموهم، ومروا نساء أهل الذمة أن يعقدن زناراتهن ويرخين نواصيهن ويرفعن عن سوقهن حتى يعرف زيهن من المسلمات، فإن رغبن عن ذلك فليدخلن في الإسلام طوعا أو كرها. نعم، أعد. قال أن عمر بن الخطاب كتب أن لا تكاتبوا أهل الذمة فتجري بينكم وبينهم المودة. لا تكاتبوا أهل الذمة، يعني كتابات مودة بالخطابات. نعم.
لأن هذا يجري إلى المودة. أما الكتابة لهم بغير الكتابة الودادية، وإنما لمصالح أو بيع وشراء أو دعوتهم إلى الله، فهذا أمر مطلوب. الكتابة لهم في الدعوة إلى الله، يدعوهم إلى الله، أمر مطلوب. وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الإسلام، فالكتابة لهم من أجل الدعوة هذا أمر مشروع. كذلك الكتابة لهم من أمور التجارة أو الأمور أو العقود أو استيراد البضائع أو ما أشبه ذلك، فهذا أمر مباح. إنما المراد النوع الثالث، المكاتبات الودية، وهو الكتابات الودية، هذا واحد. نعم. قال: ولا تكنوهم. ولا تكنوهم تقول أبو فلان، لأن التكنية للتكريم، أكنيه إذا دعوه ليكرمه، ولا ألقبه السوءة اللقب. فالكنية هي ما صدر بأب أو أم، قال بعضهم أو ابن، هذه هي التكنية وهي للتكريم. فلا يقال للكافر يا أبا فلان أو الكافرة يا أم فلان من باب التكريم. نعم. يلحق بها قول السيد فلان، هذا أشد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا للمنافق يا سيد، إنه إن يكو سيدا فقد ظللتم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وأذلوهم ولا تظلموهم. أذلوهم ولا تظلموهم، انظر إلى العدل. نعم. أذلوهم يعني لا تكرموهم، بل تجلوهم وتقدموهم، لكن لا تظلموهم بأن تعتدوا عليهم وتقول هذا، تقولوا هذا من إذلالهم. لا، الظلم لا يجوز، لا مع المسلم ولا مع الكافر ولا مع أي أحد. قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. فلا يجوز التعدي مطلقا، لا على المسلم ولا على الكافر. وليس هذا من إذلاله، وإنما هذا هو الظلم الممنوع، وإنما المراد بإذلالهم يعني عدم تكريمهم. نعم. قال: ومروا نساء أهل الذمة أن يعقدن زناراتهن. نعم، زناراتهن، والزنار هو الحبل العريض الذي يشد على الوسط، هذا خاص بنساء أهل الذمة ليميزهن عن المسلمات. أما المسلمة فلا تلبس الحزام في وسطها مطلقة، لأن هذا مما يبين الفتنة في جسمها وتقاطيع جسمها بدنها من ناحية، ومن ناحية أخرى أن فيه التشبه بالكافرات التي يلبسن الزنار. نعم. ويرخين نواصيهن. نعم. قال: مروا نساء أهل الذمة أن يعقدن زناراتهن ويرخين نواصيهن. مقدمات رؤوسهن، الشعر مقدمات الرؤوس. المسلمة تفرق شعرها وتضفره، أما الكافرة فإنها تؤمر بسدله من أمام، والله المستعان. الآن نرى من نساء المسلمات من يفعلن هذا بما يسمى بالخنافس، فتسدل شعرها حتى تغطي عينيها أو قريبا من عينيها، هذا تشبه. وانظر إلى أن الشيطان لا يفتر عن إضلال بني آدم، فكيف أغوى نساء المسلمات بهذه الصفة؟ بما شرط عمر على نساء النصارى. نعم، لأن هذا من التشبه بالكفار، والشيطان حريص على أن المسلم يتشبه بالكفار، وقد غفل المسلمون إلا من شاء الله عن هذا. نعم. قال: ويرفعن عن سوقهن. كذلك يشمرن عن سوقهن، ولا لأن المسلمة مأمورة بإرخاء الثياب من خلفها قدر ذراع حتى تستر عقبيها، أما الكافرة فلا تفعل هذا لئلا يظن أنها مسلمة، لأنها لا تتميز. نعم. ما في انكشاف شيء من عورة؟ نعم، ليس في انكشاف شيء من عورة الكافرة. تلبس عليها شيء، إما شراب أو جوارب. نعم. حسن. قال: حتى يعرف زيهن من المسلمات. نعم، لأنها لو أنها سدلت من ورائها كالمسلمة لم يحصل التمييز. نعم. فإن رغبنا عن ذلك فليدخلنا في الإسلام طوعا أو كرها، إما أن يلتزمنا بأحكام أهل الذمة، وإلا فإنه ينتقض عهدهن، فلا يبقى إلا أن تكون حربية، تكون كافرة حربية، إما أن تسلم وإما أن تقتل. نعم، أو تسترق. نعم. صلى الله عليكم. قال: وروى أيضا أبو الإسلام قال: فإن رغبنا عن ذلك فليدخلنا في الإسلام طوعا أو كرها،
طوعا أو كرها أو يدخلنا. نعم في الإسلام طوعا أو كرها راغبنا في الإسلام محبة فذاك، وإلا على الأقل يتظاهرنا بالدخول في الإسلام. نعم. قال: وروى أيضا أبو الشيخ بإسناده عن محمد بن قيس وسعد بن عبد الرحمن بن حبان قال: دخل ناس من بني تغلب على عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عليهم العمائم كهيئة العرب، فقالوا: يا أمير المؤمنين ألحقنا بالعرب. قال: فمن أنتم؟ قالوا: نحن بنو تغلب. قال: أولستم من أوسط العرب؟ قالوا: نحن نصارى. قال: علي بجلم. فأخذ بنواصيهم وألقى العمائم وشق رداء كل واحد شبرا يحتزم به، وقال: لا تركبوا السروج واركبوا على الأكف ودلوا رجليكم من شق واحد. نعم، هذا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الذي جدد الإسلام في خلافته رضي الله عنه، وسار على منهج الخلفاء الراشدين، فكان عهده مكملا لعهد الخلفاء الراشدين. أما دخل عليه قوم من بني تغلب، بنو تغلب قبيلة من قبائل العرب، ولكنهم دخلوا في النصرانية ويقال لهم نصارى بني تغلب، ومنهم الشاعر المشهور عمرو بن كلثوم صاحب القصيدة المشهورة في المعلقات. نعم، عمرو بن كلثوم تغلبي. دخلوا على عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بصفة لم يتميزوا بها، فظن عمر أنهم مسلمون، فقالوا: ألحقنا بالعرب. قال: ومن أنتم؟ قالوا: نحن بنو تغلب. قال: أولستم من أوسط العرب؟ ألستم من أوسط العرب؟ يعني لا تحتاجون إلى من يدخلكم في العربية أو يلحقكم بالعرب. فهم طلبوا من عمر أن يعاملهم معاملة العرب، يعني لا معاملة النصارى العجم، لا معاملة العجم. فسألهم عن دينهم فأخبروه أنهم نصارى، حينئذ نفذ فيهم شروط عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فدعا بالجلم وهو المقص، فقص نواصيهم واشتق من ثيابهم حزما يحتزمون بها في أوساطهم على شكل الزنار حتى يتميزوا عن المسلمين. نعم، فعاملهم معاملة أهل الذمة. نعم، وقال: لا تركبوا السروج كما سبق في شروط عمر، إنما يركبون على الأكف. نعم، وهي أصغر من السروج. نعم، ودلوا رجليكم من شق واحد كذلك، لا يفرق كما سبق، فالمسلم يفرق رجليه على الدابة من الجانبين، وأما أهل الكتاب فيدلون أرجلهم من جهة واحدة حتى من رآهم يعرف أنهم أهل الكتاب. نعم، إذا هذا نص في معاملة نصارى العرب، وأن التفريق بالإسلام ما هو بالعروبة عموما. نعم، في النصارى عموما وأهل الذمة عموما من العرب ومن غيرهم. نعم، فكونهم من العرب لا يميزهم عن النصارى. نعم. وعن مجاهد أبي الأسود قال: كتب عمر بن عبد العزيز ألا يضرب الناقوس خارجا من الكنيسة. وهذا سبق في شروط عمر رضي الله عنه أنهم لا يضربون نواقيسهم، ليس معناه المنع من أنهم يضربون النواقيس عند حضور صلواتهم، ولكن لا يضربوها بصورة قوية بحيث تخرج أصواتها عن محيط كنائسهم، وإنما يستعملونها فيما بينهم. نعم. وعن معمر أن عمر بن عبد العزيز كتب أن امنع من قبلك، فلا يلبس نصراني قباء ولا ثوب خز ولا عصب ولا عصب، وتقدم في ذلك أشد التقدم، واكتب فيه حتى لا يخفى على أحد نهي عنه. نعم. قال: كتب أن امنع من قبلك، فلا يلبس نصراني قباء ولا ثوب قباء، وهو الثوب نوع من الثياب. نعم، ولا ثوب خز أو جبة. نعم، ولا ثوب خز، والخز هو الحرير، لكن ليس المراد الحرير الخالص، وإنما المراد ما فيه حرير، فالنصراني لا يلبسه، لأنه مرخص فيه للمسلم، فلا يلبس النصراني لباس المسلم. ولا عصب. ولا عصب، وهو ما صبغ بنبات يقال له العصب. نعم، وتقدم في ذلك أشد التقدم، واكتب فيه، يعني نفذ هو أشد التنفيذ، واكتب فيه حتى لا يخفى على أحد النهي عنه.
اكتب فيه يعني تعميما، اكتب فيه تعميما يوزع على الناس حتى لا يخفى على أحد. نعم. وقد ذكر لي من كتاب عمر رحمه الله قال: وقد ذكر لي أن كثيرا ممن قبلك من النصارى قد راجعوا لبس العمائم وتركوا لبس المناطق على أوساطهم واتخذوا الوفرة. لما دخل بنو تغلب كما في الأثر السابق، نعم، وهم معممون لأنهم عرب يلبسون لباس العرب، فعمر رضي الله عنه نزع عمائمهم لأن هذا من خواص المسلمين. نعم. قال: وقد ذكر لي أن كثيرا ممن قبلك من النصارى قد راجعوا لبس العمائم وتركوا لبس المناطق على أوساطهم واتخذوا الوفر والجماجم وتركوا التقصيص والعمر إن كان يصنع ذلك فيما قبلك. نعم. أو الجمم. الجمام. أين؟ والجمم. قال في المطبوعة الجمم. أين؟ واتخذوا الوفر والجمام. اتخذوا الوفر والجمام. نعم. وتركوا التقصيص. لأن شعر الرأس الذي يغذى على ثلاثة أقسام: الوفرة. الوفرة ما تجمع على وفر كتمرة وتمر. وفر. الوفرة وهي الشعر الكثيف على الرأس، ثم الجمة وهي ما كان إلى الأذنين، ثم اللمة وهي ما كان إلى المنكبين. وهذه صفة شعر الرسول صلى الله عليه وسلم كما سبق أنه اتخذ اللمة، وهو أن شعر رأسه صلى الله عليه وسلم إلى كتفيه عليه الصلاة والسلام. هذه صفة أهل الإسلام. فالمشركون فأهل الذمة لا يتشبهون بأهل الإسلام في شعور رؤوسهم، وإنما تجز نواصيهم ويمنعون من اتخاذ الجمة واتخاذ الوفرة واتخاذ اللمة. نعم. قال: وتركوا التقصيص والعمر إن كان يصنع ذلك فيما قبلك. إن ذلك التقصيص يعني لا يقصون رؤوسهم، بل يتركونها حتى تجمم، أو يتركونها حتى تكون وفرة أو تكون لمة، ولا يقصونها. وأن هذا إنما هذا خاص بالمسلمين، لا يتشبه بهم أهل الكتاب. نعم. قال: إن ذلك بك ضعف وعجز. نعم. الذي لا ينفذ أحكام الإسلام هذا فيه ضعف وعجز، فلا يصلح وليا للأمر. نعم. فانظر كل شيء كنت نهيت عنه وتقدمت فيه إلا تعاهدته وأحكمته، ولا ترخص فيه ولا تعد عنه شيئا. هذا يدل على أن ولي الأمر لا يتساهل مع الأمراء والولاة الذين ينصبهم على الأقاليم وعلى الجهات، بل يأخذهم بالحزم، ويجب عليهم أن ينفذوا أوامر ولي الأمر ما لم تكن في معصية، لأن هذا من طاعة ولاة الأمور، لا سيما وإذا كان هذا من أحكام الشريعة، فإنه يتعين العمل به. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ولم أكتب سائر ما كانوا يأمرون به في أهل الكتاب، إذ الغرض هنا التمييز. الشيخ رحمه الله يقول: لم أكتب في هذا الكتاب كل ما روي في هذا الباب من تعامل المسلمين مع أولاة أمور المسلمين مع أهل الذمة، لأنه تكفي الإشارة، ولأن في الإلمام بذلك مما يطول الكتاب،